طيب معلش يا استاذ محمود، انا معايا وعايزاك تفضل معانا لانه برضو وجودك مهم في هذه المداخله. انا معايا الدكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه، لانه من خلال كلامك انا عايزه يبقى عنده تحليل نفسي، ويمكن عنده سؤال ليك عايز يساله. فهل حضرتك لديك اي مانع؟ تحت امرك يا فندم، اتفضل. شكرا استاذ محمود. دكتور وليد مساء الخير واهلا بيك معانا في 90 دقيقه. معالي الدكتورة، ازاي حضرتك؟ ودايما منورة وبتجري كل الأحداث في كل لحظة بتمر بيها البيئة المصرية والعربية. أشكرك يا دكتور، أشكرك يا دكتور. دكتور وليد، إحنا قدام يعني شخصية بنت في خيالها من اللي أنا سمعته من الأستاذ محمود ومن الروايات اللي كانت في الجامعة، إن واحد حب واحدة من طرف واحد، حتى يعني أستاذ محمود جاره قريب منه قال لك هو نفسه محمد قال له إنه يعني هي لا تبادله نفس الشعور، وإنها رفضت هذه المشاعر، وإنه لما تقدم لها إنه اترفض مرة من الأم مرة من الأب. ده دليل على إنه الشخصية نفسها والطرف الآخر رافض. فحضرتك وهو منطوي، فحضرتك تحلل ده بإيه؟ وهل حضرتك قبل ما تقول لي رأيك هل عندك سؤال حابب تسأله الأستاذ محمود؟ أنا الأول بس عاوز أقول لحضرتك مقولة الأصمعي: من الحب ما قتل. نعم، من الحب ما قتل. أيوه، الأصمعي قالها من أكتر من 500 سنة. بغداد النهارده بنشوف جرائم نبع عن الحب. طب في الجريمة بتاعتنا تحديدا، من واقع كلام محمود، أيوة، من أهم الأسباب النفسية اللي بتخلي الإنسان ممكن يقتل الحبيب الجرح والشعور بالإهانة ومشاعر الرفض. ولا سيما إن أنا قريت إن هي عملت له بلوك على صفحات الفيسبوك، ودلوقتي محمود بيأكد بيقول إن هو اترفض قبل كده، فده ممكن بيستثير دوافع الغضب عنده وخلاه يقدم على الخطوة دي. في بعض الأحيان الإصابة بالاكتئاب، يعني لما يكون الواحد عنده اكتئاب حاد فبيفكر في أذية النفس وأذية الحبيب. بالمناسبة 40% من ضحايا القتل في العالم بيكونوا من الفتيات، واللي بيقتلهم دايما بتقول يا الحبيب يا الزوج. بس يعني دكتور وليد، أنا عندي معلش، أنا عندي اختلاف معاك. أنا طبعا على ما أظن أنه يعني على حد علمي، لكن أنت طبعا العلم كله عندك، انه مريض المرض النفسي والاكتئاب بيبقى في منتهى الضعف وليس في منتهى القوة، ولا يجرؤ ان يفعل مثل هذا العمل هو القتل. صحيح، ولكن عندنا مرض زي الانفصام، انه ممكن يبقى فيه فكرة مستقبلية. انفصام ممكن، فممكن يؤدي الى القتل. في الاكتئاب 20% منهم قد يذهبوا الى الانتحار، والانتحار ده في شكل من اشكاله اسمه الانتحار الممتد، يعني بيروح يقتل اخرين وبعد كده بيقتل نفسه. شفنا كده في حالات كتير جدا. يبقى ان دايما احنا بنقول ايه؟ زي ما محمود قال، في مؤشرات اي اسره بتسمعنا لما تشوفها في ابنها تعرف انه في طريقه انه يقتل في يوم من الايام. اهمها الهيستوري بتاعه، ممارسه العنف الدايم. محمود قال كان بيضرب اخواته او في مشاكل مع اخواته. انا لما الاقي ابني من وهو صغير بيقطف الزرعة، بيعذب الحيوانات، بيحبسها، بينكل بيها، أعرف إن هنا إن عنده دوافع نفسية رايحة بعد كده قدام، إن ممكن ما يبقاش عنده مرونة ذهنية، ما عندوش قدرة على الحلول الابتكارية، بيقدم العنف في تصرفاته على جميع أفعاله في أي حاجة ممكن يقابلها في حياته. ولذلك أنا شايف إن الأخ اللي قتل بنتنا لو ما قتلهاش النهاردة كان ممكن يقتل زميله في الشغل بكرة، أو رئيسه في الشغل بعد بكرة، أو جاره اللي موجود معاه في نفس الشارع عند حدوث أي اختلاف. ليه؟ لأن هو مشبع بثقافة العنف. دايماً يا دكتورة، بس هو في الجامعة وفي المكان وفي البيت ما حصلش حاجة، يعني ما عندوش خلافات وما عندوش مشاكل، يعني هو مسالم ومنطوي، مش كده يا أستاذ محمود؟ لحظة معايا دكتور وليد. أستاذ محمود بالضبط. أيوة يا فندم، مع حضرتك. أنا كلامي مظبوط؟ هو فعلا الولد بقول ولا لا تشوفيه. انا ما عنديش فكره، يمكن في حاجه انا مش عارفاها. هو تشوفيه معدي من قدامك كانه معداشي، يعني بمعنى ايه؟ ان هو معدي قافل على نفسه خالص، يعني هو يا دوب سلام عليكم وخلاص. الا اذا كنت اناديله انا بنفسي: تعالى يا محمد انت عامل ايه؟ تقف اتكلم معاه وهو يعني في الارض، يعني مش شاب من الشباب اللي هو مثلا اللي يعني الشباب المتفتح ده اللي بيخرج ويسهر ويطلع رحلات وكلام. لا، مفيش الكلام ده خالص. هو
وطبعا والدته تحملت مسؤوليته من هو لسه طفل مولود من غير اب، يعني والده كان متوفي، فطبعا كان في حرص جامد عليه. طيب معلش، حالة الحب دي اللي عنده يا أستاذ محمود كانت تجاه المرحومة نيرة، هل حصلت قبل كده ولا دي أول مرة؟ لا دي كانت أول مرة أعرف يعني إيه يبقى عندي معلومة عن الموضوع ده. أول مرة يمر بهذه التجربة. أكيد أكيد. طب اتفضل يا دكتور وليد، عندك سؤال للأستاذ محمود قبل ما يعني ننهي معاه؟ أنا بس أحب أقول لأخونا محمود إن دايما الواحد لما بيجي يقتل القتل ده السبب الواقعي اللي هو شايفه محمود السبب الحقيقي، ده بيبقى عامل مفجر، يعني الإنسان بناءه النفسي بيبقى مشبع بسلوك العنف وغريزة الانتقام وعدم تقديم مهارات حل الصراع وعدم قدرته على إنه يتعامل مع الآخر بمنطقية وبعقلانية وباستيعاب ويبقى عنده فن الاختلاف إلى آخره. كل الامور دي يا محمود غير مرئيه، انت بتقول ان هو كان بيمشي لوحده والام هي اللي مربياه، ما قد يكون الكف احد الدوافع النفسيه، افتقاده للاب ممكن يكون طلعه شخصيه سيكوباتيه وعندها سلوك مضاد للمجتمع، السلوك الانساني الظاهر للناس ده ورا منه جبل جليد جواه احنا مش شايفينه بيدفع للسلوك، ولذلك انا عاوز اخرج من محمود وارجع لمعالي الدكتور رئيس جامعه المنصوره اللي كان بيكلم حضرتك وبيقول لك احنا لنا دور في الجامعه. طيب انا الاول معلش هقول للاستاذ محمود، انا بشكرك جدا يا استاذ محمود، وان شاء الله يعني ربنا يظهر الحق باذن الله، بشكرك جدا استاذ محمود. العفو يا فندم، واعزائي الاسره ربنا يرحمها المرحومه نيره باذن الله. اتفضل يا دكتور وليد. انا عاوز ارجع لمعالي الدكتور رئيس جامعه المنصوره اللي قال لحضرتك احنا عندنا وحده هتعمل ابحاث وتعمل دراسات وتشوف اسباب العنف، انا كنت اربق بسيادته ان هو يتكلم في كده، لان الابحاث عن العنف مرميه في المكتبات، كل يوم والتاني بنناقش رسائل ماجستير ودكتوراه عن العنف وعن اسبابه، كنت اتمنى هو يستعرض انشطه الجامعه الداخليه في امتصاص سلوك العنف عند الاولاد والارتقاء بشخصيتهم والعمل على السمو الروحي عندهم، كنت اتمنى يتكلم عن الانشطه بتاعت الجامعه. الرحلات، الكشافة، الجوالة، المعارض، المسرح الغنائي، الرياضة. بس هو يعني أعلن وقال إنه في من بكرة تحديدا تغييرات هتحصل في الجامعة، وأنا بتمنى إن كل رؤساء الجامعات يعملوا يعني نفس هذا التغيير ويتبنوا هذه نفس وجهة النظر يعني. بالظبط، لأن زي ما حضرتك كنت بتتكلمي من أول الملف لآخره إن السلوك العنف دوت بيكون نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة والمتشابكة، يبقى طيب. ما الناحية التعليمية ما نقدرش ننكرها. طيب دكتور وليد، يعني أنا لازم أطلع فاصل، بس قبل فاصل عايزة إجابة مختصرة ومهمة جدا جدا جدا. كل اللي احنا سمعناه عن إصابة هذا الشاب محمد بالانطواء والعزلة والحب من طرف واحد والتصميم، وإنه أنت عايز تقولي إنه ممكن يكون إنه ده سبب من يعني يكون مبرر إنه ياخد حكم مخفف أو يطلع براءة في علم النفس، هل ده يعتبر مرض نفسي وممكن انه يخليه انه لا يعني ما يبقاش عنده اي عقاب او يخفف الحكم عنه؟ اطلاقا، ده احنا كل اللي احنا بنقوله ده بيؤكد دوافع الجريمه عنده. بس هل هو مدرك؟ طبعا يا فندم مدرك، لو ما كانش عنده هيستوري وتاريخ مرضي موثق بشهادات انه بيعاني من اضطرابات نفسيه يبقى خلاص مدرك، ولو كان مريض نفسي وما راحش للدكتور خلاص بقى يشيل الشيله بتاعته، مش ذنب البنت اللي اتقتلت الله يرحمها، برضه هي بنتنا، عشان كده نتمنى الاهالي يبقى عندها وعي، الاهالي تبص على لما اشوف ابني في حاجه لازم اسبق اجري واروح واعرضه على دكتور واحاول ان انا اعالجه. انا بشكرك جدا دكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه.